11 فنانا وفنانة من الرسامين والتشكيليين الشباب اجتمعوا خلال هذا المعرض الجماعي في غزة الذي أتاح لهم فرصة إبراز مواهبهم الفنية أمام الجمهور عبر وسائط متعددة في مجال الرسم والتصوير والنحت والتركيب من خلال برنامج وصلة للمنح الإنتاجية الصغيرة المنفذ من قبل محترف شبابيك للمرة الثانية. يعني فكرة وصلة هو أصلاً أنه هو برنامج للمنح الصغيرة للفنانين الشباب تحديداً عمرهم من 20 إلى 35 أو أقل شوي، وهذه هذا البرنامج بيعطي فرصة كتير منيحة للفنانين من ناحية ينتجوا عمل فني أو مشروع فني، ومن ناحية تانية يعمل احتكاك مع الجمهور. ولأن الفنان ابن بيئته فقد عكست هذه المساحة بما ضمته من إنتاجات فنية شابة، قضايا يومية ومشاريع ذات بعد فني إنساني جسدت واقع الحياة الصعب في غزة بما يحمله من تناقضات بين الألم والأمل والحزن والفرح. أكثر إشي كنت بطمح إنه يوصل للشخص المتلقي للوحة اللي هو يشوف صورة المخيم، يشوف اللون الرمادي، اللوحات رمادية وهو هذا هو صورة المخيم الموجودة، يشوف كيف الحياة، كيف التفاصيل الموجودة في المخيم. طبعاً أتيح لي ببرنامج وصلة اللي هو إنتاج الأعمال الفنية في مشروع خاص اللي هو ما بعد الدائرة، بحكي عن حالة التوهان التي أصبت بها بعد فقدان والدي. فرصة كهذه تدفع بالفنانين الشباب لإنتاجات فنية معاصرة بوسائط متعددة. دعم الفنانين الشباب عبر هذا النوع من المعارض الجماعية التي تقدم لهم منحا مالية ومساحات فنية لتقديم أعمالهم بأسلوب معاصر تسمح لهم بالتواصل المباشر مع الجمهور لاستثمار أفكارهم وآرائهم في تطوير إنتاجاتهم الفنية. حازم البنا، سكاي نيوز عربية، غزة.